طيب الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها كالعاده بالعناوين. من موقع عدن الغد: غضب واسع للاجئين اليمنيين في الصومال بعد مقتل لاجئ. ومن موقع الصحوانت: ميليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنه في الحديده وتقصف منازل المواطنين. وفي الأخبار المنوعة: شرطة أستراليا تتدخل لإيقاف رجل يحاول قتل عنكبوت. أهلا بكم. منذ سقوط صنعاء بأيدي ميليشيا الحوثي وربما قبل ذلك، تستقبل المدن والقرى اليمنية جثث أبنائها بصورة لا تتوقف، وتختلف الأرقام من محافظة إلى أخرى، لكن السبب واحد والأسباب عديدة. وفي تقرير لموقع المصدر أونلاين: ذمار تستقبل 21 جثة لمقاتلين حوثيين خلال اليومين الماضيين. وقال مصدر محلي إن محافظة ذمار استقبلت خلال اليومين الفائتين 21 جثة لمقاتلين حوثيين قتلوا في المواجهات التي تخوضها الجماعة ضد القوات الحكومية. وقال شهود عيان لمراسل المصدر أونلاين إنه تم يوم أمس دفن 9 جثث لقتلى من المسلحين من أهالي مديرية الحدا الذين التحقوا بصفوف ميليشيا الحوثي، وإن معظم القتلى سقطوا في مواجهات دارت بجبهتي صرواح ونهم. وبحسب مصدر محلي فإن الجثث تعود لمقاتلين ينتمون لمديريات مختلفة في محافظة دمار استقبلتهم ثلاجة مستشفى دمار العام منذ مطلع الأسبوع الجاري. وفقا للموقع، تعتبر مديرية الحدا هي أقل مديرية في محافظة دمار، تم تحشيد مقاتلين منها من أصل 12 مديرية غذت الميليشيات بآلاف المقاتلين. تشهد مخيمات اللاجئين اليمنيين في جمهورية الصومال حالة من الغضب بعد مقتل لاجئ يمني منتصف شهر ديسمبر الماضي على يد حراسة المخيم التابع للأمم المتحدة. وعنون موقع عدن الغد: غضب واسع للاجئين اليمنيين في الصومال بعد مقتل لاجئ. وأصدر اللاجئون اليمنيون فرع الصومال بيان إدانة واستنكار لما يتعرض له اليمنيون في مخيمات اللجوء التابعة للأمم المتحدة بدولة الصومال. وناشد البيان الحكومة الصومالية واليمنية والمنظمات الدولية إلى وضع حد لهذه الممارسات والضغط على المسؤولين عن مخيمات اللجوء لرفع الظلم والاضطهاد والإهمال الذي يتعرض له اليمنيون هناك. وأكد البيان أن اللاجئين يتعرضون للتهديد بالطرد والترحيل من قبل القائمين على رعاية المخيم أو المخيمات في حال قام اللاجئون بمتابعة حقوقهم أو المطالبة بمحاسبة قاتل اللاجئ اليمني. الجدير بالذكر أن عدد اللاجئين اليمنيين في الصومال يقارب 7000 لاجئ، بينهم 3500 لاجئ في العاصمة مقديشو، والبقية موزعون على الأقاليم الأخرى. أسابيع مرت ووالدها معتقل لدى الحوثيين بلا سبب، وقد كتبت إليه ابنته أبرار عبد الكريم الإرياني رسائل عدة جاء في إحداها: 21 يوما أدركت فيها أن للحياة وجها آخر، لا حياة فيه ولا موت، لا لون له ولا ملامح، فقط وجه يتوسطه فم وحش كبير تفوح منه رائحة الظلم والجريمة، فم لا يبتلع ضحاياه وإنما يتركهم أسرى ومحتجزين. 504 ساعات سمعت فيها مئات القصص المشابهة لقصة والدي أو الأسوأ منها والأكثر رعباً، والتي لم تخفف عني بقدر ما زادتني استياء. عجوز ما على مشارف الثمانينيات تم أخذه بعيداً عن أطفاله الثمانية من مكان غير معلوم، وحتى اللحظة لم يدر عن مكانه أحد. وكقصة أخرى كان بطلها شاب في العشرينيات قضى 4 سنوات في المعتقل بلا سبب وبلا جريمة، ولا يدعي التفاجؤ منكم أحد، فالجميع يعلم جيداً أن من يتوغل في أمور كهذه سيجد العشرات من هذا النوع من القصص إن لم تكن المئات،
وبالتأكيد ستدركون جميعا أن بطل قصتنا هذه سيشيب ويدفن في معتقله ولن يتكلم أو يسمع عنه أحد. 30204 دقائق لم تعني لهذا العالم شيئاً، كما لم تثنه عن تجاهل قصص كهذه أخذ فيها أب من فتياته الثلاث ليقضين وقتهن أمام نوافذ الدار متشبثات بهواتفهن، لربما أتى لينير هذه العتمة، ولربما أتاهن صوته كبادرة خير لهذا العام. هي ملايين الثواني يا والدي التي لا يدرك أحد سوانا وسواك كيف نقضيها أو كيف تقضي علينا إن صح التعبير. فقط نحن يا أبي ولا أحد غيرنا من يحمل كل ذلك الشوق والحنين في جوفه، من يسأل نفسه نهاية كل يوم، يا ترى كيف حال الآخر؟ ألا يوجد من يخبره كم أفتقده؟ هل لازال قوياً بما فيه الكفاية ليقاوم الآتي؟ تابع موقع صحوة نت الأخباري ما يجري في محافظة الحديدة وعلق الموقع في صفحته الرئيسية: ميليشيات الحوثي تواصل خرق الهدنة وتقصف منازل المواطنين في حيس بالحديدة. وقال الموقع أن ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون منازل المواطنين في مديرية حيس بالحديدة، ووفقا لعدد من السكان في المنطقة فقد تواصل استهداف منازلهم بشكل يومي دون توقف، مما خلف دمارا واسعا في عدد من الأحياء السكنية بالمدينة. ووجه السكان مناشداتهم إلى الأمم المتحدة التي تراقب الهدنة عبر فريق أممي، داعين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل والنظر إلى حالهم نتيجة العبث الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بحقهم، رغم مرور أكثر من أسبوعين من دخول الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ. وفقا للموقع فإنه منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ استهدفت الميليشيات الأحياء السكنية وقتلت عددا من النساء والأطفال والشيوخ. إلى موقع مسند الأخباري والذي علق في صفحته الرئيسية لليوم العاشر: الحوثيون يحتجزون 5 شحنات أدوية. وأفادت مصادر محلية أن جماعة الحوثي تحتجز 5 شحنات أدوية تابعة لمنظمة الهجرة الدولية كانت في طريقها إلى محافظة الحديدة، وذلك لليوم العاشر على التوالي. وقالت المصادر أن الشحنات التابعة لمنظمة الهجرة الدولية كانت قادمة من عدن إلى الحديدة عن طريق محافظة إب، وقد احتجزتها الميليشيا في نقطة التحسين بمدخل محافظة إب. وذكرت أن الشاحنات تحتوي على كمية من الأدوية لعلاج الملاريا والكوليرا، وكمية من المغذيات كانت في طريقها لمحافظة الحديدة لإغاثة الحالات الخطيرة مع انتشار المرضين هناك. هل تنجح مراوغة الحوثي بالحديدة؟ تحت هذا العنوان كتب كمال السلامي مقاله المنشور في موقع رأي اليمن. وأضاف الكاتب: اتفاق ستوكهولم جاء لتجنيب الحديدة الدمار والخراب لا لإنقاذ الحوثيين كما يعتقدون، وبالتالي لا قيمة لأي اتفاق لا يحقق مطلب الانسحاب وتسليم المدينة للحكومة الشرعية. فالوضع الراهن هو سيطرة الحوثيين على المدينة وموانئها، وهو بالتأكيد وضع غير طبيعي نتجت عنه حرب طاحنة وأزمة إنسانية في الحديدة وبقية المحافظات. وبالتالي جاء اتفاق السويد لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي المتمثل في انسحاب الميليشيات الحوثية من المدينة وموانئها وتسليمها للطرف المعترف به من قبل العالم كطرف شرعي. وهذا التحرك الدولي يفسره أيضاً إلزام المنظمة الدولية للحكومة اليمنية بآلية دقيقة لتحصيل الإيرادات والالتزام بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحركة الحوثية. يتعامل العالم مع الحوثيين وخصوصاً الأمم المتحدة كطرف متمرد، وهذا واضح في كل الأدبيات والتغطيات والتقارير. لا أحد يعترف بهم كسلطة شرعية، حتى إيران وحلفاؤها لا يجرؤون على وصف سلطة الحوثيين بأنها شرعية، بل يتعاملون معها بحذر لأنهم يعلمون أن ذلك يخالف الأعراف الدبلوماسية. حذق الحوثيين يصل مرحلة الغباء والسذاجة، كونهم يعتقدون أن إجراءاتهم المخادعة ستنطلي على الحكومة والأمم المتحدة كطرف مراقب ومشرف على انسحابهم.
فمن الواضح أن الحوثيين يرون في اتفاق السويد أنه فرصة لمنح أنفسهم وجودا شرعيا من خلال منح ميليشياتهم وجودا رسميا عبر الجهاز الأمني، وكذا قوة خفر السواحل. وهذا بلا شك لا يمكن أن يتحقق، ولا يمكن له أن يكون مقبولا لا داخليا ولا خارجيا. يستنفذ الحوثيون صبر المجتمع الدولي فقط، وحينها لن يجد العالم أي حجة للحيلولة دون حسم المعركة من قبل القوات الحكومية والتحالف العربي. عندما توقفت الشاحنة في إحدى ضواحي محافظة إب تحمل على متنها مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في نوفمبر عام 2018 كما تقول العربي الجديد، تجمع العشرات من السكان لتسلمها وسط همس بعضهم باستغراب كيف للمساعدات هذه المرة أن تصل دون عناء. فيما المعتاد وفقا للوعي الذي بات سائدا لدى أعداد غير قليلة من اليمنيين أن غالبية المساعدات الغذائية يتم بيعها في الأسواق أو توزع في نطاقات محصورة بما في ذلك على غير المستحقين. وبعدما يقرب من ساعتين على مغادرة الشاحنة التي وزعت أكياسا من خليط القمح والصويا وهي جزء من منحة قدمتها اليابان، ابتسم أمين أحمد وهو مالك أحد محلات المواد الغذائية وقال لي العربي الجديد: الآن فهمت لماذا قاموا بتوزيع المساعدات ووضعوا لدي كمية أوزعها على الذين لم يحصلوا عليها من الشاحنة خلال تواجدها. أما الإجابة فقد كانت في تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على السلعة، إذ تم توزيعها بعد شهر من انتهاء الصلاحية. ويضيف أحمد: المساعدات تباع في العادة عبر السوق السوداء وهي توزع نتيجة لانتهاء الصلاحية. ولدى سؤال العربي الجديد برنامج الأغذية: ما إذا كان البرنامج يسمح بتوزيع المساعدات منتهية الصلاحية، أم أن شركاء المنظمة المحليين قاموا بتخزينها لبيعها ثم اضطروا لتوزيعها بعد انتهاء الصلاحية؟ قالت مسؤولة الإعلام ريم ندى: إن هذه المعلومات تتطلب مراجعة مكتب البرنامج، لكن الشحنات تخضع في العادة للرقابة قبل دخول اليمن. وكانت الأضواء سلطت على القضية بعدما أكد صحفيون وعاملون في مؤسسة الثورة أنهم تلقوا اتصالات من برنامج الأغذية العالمي للتحقيق مما إذا كانوا حصلوا على مساعدات شهرية تصرف بأسمائهم، لكن العاملين في الصحيفة فوجئوا بالاتصال وبأن هناك مساعدات تصرف شهريا لأسرهم منذ بداية العام 2018 ولا تصل إليهم. في جولتنا بين الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة لوبوان الفرنسية الصورة ذات 195 مليار بكسل التي تصيبك بالدوار. تقول الصحيفة: تنتشر الصورة منذ الأول من يناير وتغزو مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نسبت في أول الأمر إلى قمر اصطناعي صيني وهي تقدم رؤية بانورامية لمدينة شانغهاي قامت بها شركة صينية ناشئة. وتتابع الصحيفة الصورة الملتقطة من قمة برج أورينتال بريل من علو 468 مترا تسمح للمستخدمين بالتكبير لدرجة تمييز وجوه وإيماءات بعض المارة. والإنجاز: هذه اللوحة الجدارية العملاقة بزاوية 360 درجة كان على شركة صينية التقاط عدة آلاف من الصور التي جمعتها لمدة تقرب من شهرين، والنتيجة هي صورة واحدة بلغت 195 مليار بكسل، حوالي 12 ألف ضعف دقة الهاتف الذكي اليوم. وتضيف الصحيفة الفرنسية: تمنحنا هذه الصورة نظرة على حركات وتعبيرات وجوه عدة مئات من الناس في تلك اللحظة. وتفيد الصحيفة: هذا هو بالضبط ما يقلق، فسرعان ما تسبب هذا الإنجاز التقني في انزعاج بعض الشبكات الاجتماعية من خصوصية الأشخاص الموجودين في الصورة وإمكانيات مثل هذه الأداة خاصة في أيدي الصين. امتلأت أخبار بداية العام الجديد بالدراما والأكشن والغرائب الطريفة منها والمؤلمة، كلها تقول إن العام الجديد سيحمل على ظهره أثقال الأعوام الماضية وعجائبها ومآسيها،
فنهايات السنوات أو بداياتها محطات رمزية يمكن الاستهداء بها أو الاستشفاف منها. كان هذا جزءا من مقال لرأي القدس بعنوان ما نوع المجانين الذين يديرون العالم، وفيه أيضا تتصدر حوادث كراهية البشر لبعضهم البعض سلم الأخبار، ولا تستثني هذه الحوادث قارة أو بلدا، وتثير مكنوناتها وما يرافقها من مدلولات كما فعل أحد الإرهابيين العنصريين في ألمانيا باستهداف مجموعة مهاجرين أفغان وسوريين أبرياء بسيارته، فيما نجد إرهابيا على المقلب الآخر من نهر الكراهية يستهدف أيضا أناسا أبرياء، ولكن هذه المرة من البريطانيين في مدينة مانشستر بحادث طعن، وسبق ذلك بأيام حادث هجوم على سياح في مصر، فابتهج مسؤول عسكري لأنهم لم يكونوا أمريكيين أو أوروبيين في ترتيب ازدرائي لمقامات البشر. تبدو بعض حوادث فاتحة العام في منزلة بين الملهاة والمأساة، ومن ذلك محاولة 100 من مهاجري أمريكا الوسطى دخول الولايات المتحدة ليلة رأس السنة، فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغرد متمنيا عاما سعيدا للجميع بمن فيهم الحاقدون وإعلام الأخبار الكاذبة. وكانت القيادة العسكرية الاستراتيجية الأمريكية التي تشرف على الترسانة الذرية لبلادها تغرد بدورها مهددة للعالم بإسقاط قنابل نووية، ما دفع مسؤولا أمريكيا سابقا عن مراقبة أخلاقيات الحكومة الأمريكية للتساؤل ما هو نوع المجانين الذين يديرون هذا البلد. من الطبيعي أن تنقل وكالات الأنباء حوادث القتل والكوارث والمصائب، وبالتالي فإننا سنلجأ لمخيلتنا ولآمالنا لنجد بطولات إنسانية يسطرها أناس عاديون بكفاحهم من أجل عائلاتهم، وبشر يقاتلون من أجل حقوقهم، ومواطنون يغيرون العالم بصمت ويسخرون من سدنة الكراهية والعنصرية والإرهاب ومن مسؤولي العالم الكبار المجرمين منهم والكذبة والمجانين. من أخبارنا المنوعة من صحيفة القدس أيضا، شرطة أستراليا تتدخل لإيقاف رجل يحاول قتل عنكبوت، وعنونت الصحيفة معركة بين رجل استرالي وعنكبوت لا يموت تتسبب في استدعاء الشرطة. وذكرت وسائل الإعلام أن رجلا استراليا أثار استجابة طوارئ من جانب الشرطة بعد أن دفع صراخه خلال محاولته قتل عنكبوت أحد المارة للإبلاغ السلطات بما بدا أنه سلوك عنيف. وبحسب تقارير إعلامية سمع أحد الجيران بينما كان يمر أمام منزل في مدينة بيرث على الساحل الغربي لأستراليا رجلا يصيح مرارا لماذا لا تموت لماذا لا تموت، وصراخ طفل، الأمر الذي دفعه للاتصال بالشرطة هاتفيا. وتقول الصحيفة الرجل اعتذر عن إزعاج الشرطة وأنه لم تحدث إصابات سوى للعنكبوت وأن الأمر لم يتطلب تدخلا آخر من جانب الشرطة. ويوجد في أستراليا أحد أكبر أعداد العناكب في العالم مقارنة بعدد السكان، ويقول علماء أحياء إن موجة حارة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي زادت احتمال العثور على عناكب في المباني. قردة الشمبانزي قد تكون قادرة على اتخاذ قرارات أكثر منطقية من الإنسان بحسب ما قال باحثون، ويعود ذلك بصورة كبيرة بسبب أنه لا يوجد لديهم نزعة البشر للتنافس والتفوق على بعضهم البعض. ويفيد التقرير الذي نشرته صحيفة التايمز أن فريقا من الباحثين الأمريكيين والألمان توصلوا إلى أن التعاون بين البشر يفوق التعاون بين أفراد الأنواع الأخرى من الكائنات، ولكن التنافس والرغبة في التفوق قد يعوق قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات منطقية. وأجرى الباحثون دراسة شملت 96 طفلا من 3 مدارس ريفية وسط كينيا، نصفهم من 5 و6 ونصفهم الآخر من 9 و10، كما شملت الدراسة أيضا 15 من قردة الشمبانزي، نصفهم من محمية في كينيا والنصف الآخر من حديقة حيوان في ألمانيا. وخلص الباحثون إلى أن القردة أكثر قدرة على التفكير المنطقي لأن الخلاف لم يدب بينهم بسبب التنافس مثل ما حدث بين الأطفال. ماذا يحدث في العالم اليوم؟ تجيب صحيفة الديلي تيليغراف عن هذا السؤال لكن بالصور، ونحن بدورنا ننقلها لكم في جولتنا المصورة، نتابع.
ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف. بهذه الصور الكاريكاتورية المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.